بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. آخر حاجة وقفنا عنها في السيشن اللي فات هي النتورك لاير، مكملين النهاردة إن شاء الله بإذن الله، أو يعني مع النتورك لاير. فاحنا طبعا وقفنا عندها وما تكلمناش عنها إطلاقا. اليوم بقى هنحكي بقى في مجموعة اللايرز اللي باقيين وهنبدأ بيها بإذن الله تعالى. طيب النتورك لاير من البيانات اللي بيقولها الكتاب يا جماعة، it handles the task of routing network messages from one computer to another. دي فكرتها النتورك لاير، من اسمها كده نتورك، طبقة الشبكة دي بتتعامل معها المسألة بتاعة الراوتينج. لما في رسالة موجودة في الشبكة انت عايز تبعتها لجهاز، الجهاز ده موجود في شبكة تاني، هنا تشتغل النتورك لاير، هي مسؤولة عن عمليات الايه الراوتينج دي. عارف انت كلمة راوتينج؟ هنحكي فيها ان شاء الله باذن الله خلال لحظات باذن الله عز وجل. يبقى المهمة الأساسية ان النتورك لاير مسألة ايه، انها توصل الرسائل للأجهزة المختلفة الموجودة على طبقات، انا اسف، الموجودة على شبكات مختلفة in different networks. دي مهمة النتورك لاير. حلو كده، جميل. طيب صاحبنا ده بقى عامل لك تفريع جميلة خالص، ولو حبينا نقول ان النتورك لاير، لا ماشي نكمل معاه كده. في بروتوكولين مشهورين جدا، او خلينا نقول من اشهر بروتوكولين موجودين في الشبكة دي. اول بروتوكول اسمه اي بي، وده بروتوكول كده بسم الله ما شاء الله جميل جدا، هحكي عنه بالتفصيل. دايما كده تلاقيه بيرد مع حاجة اسمها تي سي بي، بتلاقي دايما كده التي سي بي موجود مع الاي بي. ده اول بروتوكول اللي هو الاي بي. البروتوكول الثاني اللي هو اي بي اكس، بتلاقيه دايما بيرد مع حاجه اسمها اس بي اكس، وهنحكي عنهم ان شاء الله باذن الله. يبقى اشهر بروتوكولين موجودين على الطبقه دي بيكون الاي بي مع تي سي بي، تي سي بي على اي بي، والاي بي اكس مع الاس بي اكس. حلو كده، جميل خالص. هو بيعمل لي بقى الوظيفه، او بيقسم لي تو امبورتنت فانكشنز، حاجتين اتنين. اول حاجه اسمها لوجيكال ادريسنج، والثانيه اسمها الراوتنج. يعني كده قسمها لي الوظيفتين، اول حاجه اسمها لوجيكال ادريسنج، العنوانه المنطقيه، والحاجه الثانيه اسمها راوتينج. احنا اتكلمنا عن مسألة راوتينج من شوية كده، قلنا الكلمة دي بس هنشرحها بالتفصيل، والمعنى العلمي ليها والمقصود بيها وغيرها من النقط. طيب يلا كده ننزل معاه ونشوف القصة اللي هو عايز يحكي فيها صاحبنا الجميل ده كده حوالين الطبقة اللذيذة دي. او اول جزئية كانت خاصة بحاجة اسمها لوجيكال ادريسنج. لوجيكال ادريسنج، حلو. انا عايز افهمك حاجة قبل ما ندخل على موضوع اللوجيكال ادريسنج كده. ادرس، الكلمه اللذيذه بتاعت الادرس تيجي بمعنى عنوان. طيب لما نقول لها ادريسنج تيجي بمعنى العنوان. العنوانه هي عمليه وضع العناوين، العمليه اللي بيتم فيها انك بتحاول تحط عناوين معينه للناس الموجودين. حلو، جميل خالص. من تعريفنا في الايام اللي فاتت للشبكه انها ببساطه عباره عن ايه، جهازين كمبيوتر او اكتر بيتكلموا مع بعض. علشان يبقى الكلام ده الاتصال فعال والكلام ده لازم يكون في ايه، في يكون فعل وفي رد فعل. طيب من البديهي جدا لما يكون في جهاز عايز يكلم جهاز ثاني والجهاز الثاني ده يرد عليه، ولنفرض ده جهاز السورس وده جهاز الديستنيشن اس ار سي وده جهاز الديستنيشن، المفروض ان الجهاز ده مثلا هيكلم الجهاز ده. فبالبديهي كده هل في الجهازين هم دول، هم الجهازين دول بس اللي موجودين على مدار الشبكة؟ مش منطقي طبعا، بيكون في ملايين من الأجهزة اللي موجودة على الشبكة. طيب اللي يخلي الجهاز ده يوصل للجهاز ده على وجه التحديد والجهاز ده يرد عليه، الادريسنج، انه ببساطة عارف كويس خالص عنوان الجهاز اللي هيكلمه، والجهاز التاني علشان يرد عليه لازم يكون عارف كويس خالص العنوان بتاع الشخص او العنوان بتاع الجهاز اللي بعت له رسالة. ده بالبساطه ده كده يعني بالتفصيل البسيط معنى ادريسنج. ادريسنج عمليه وضع العناوين. حلو، جميل. طيب بما ان الكلام بقى عن الادريسنج، فانت فاكر كويس خلاص حاجه اسمها ماك، فاكر؟ ها ميديا، حلو، ها اكسس، ها السي فور ايه فور كنترول. الماك ودايما بتيجي ورا منه كلمه ادريس.
الماك ادرس اللي هو ايه ساعات سميناها ايه فاكر؟ لو انت كنا سميناها العنوان الفيزيائي. طيب جرت العادة اننا نقول ان الماك ادرس ده واحد من ضمن العناوين اللي في الغالب يعني بيقولوا ان هو ما بيتغيرش، المفروض ان العنوان ده ما بيتغيرش. خلينا كده ابسط لك القصة بشكل او باخر. عندنا شركة بتصنع أجهزة كمبيوتر أو شركات بتصنع كروت الشبكة، ونفرض مثلا حاجة زي توشيبا. توشيبا بتصنع اللابتوبس بتاعتها، وهي اللي بتحط فيها إيه؟ بتحط فيها الكارت اللي هو الماك. الكارت اللي هو خلينا نقول كده كارت الشبكة. خلينا نرجع كده شوية وقبل ما ندخل على الماك. توشيبا بتصنع الكارت بتاع الشبكه اللي هو الان اي سي. الان اي سي ده بيكون موجود في ايه؟ بيكون موجود في الماك. يعني الماك ده اصلا مين اللي بيصنعه؟ الشركات اللي بتصنع الاجهزه او اللي بتصنع الان اي سيز اللي بتصنع كروت الشبكه. تمام كده؟ جرت العاده ان الماك ادرس ده المفروض ان هو ما بيتغيرش. المفروض ان هو عنوان ثابت. تمام كده؟ حلو. ده بيكشف العنوان بتاع كارت الشبكة بتاعك، وده مهم طبعا. طبعا مهم، لازم اعرف عنوان كارت الشبكة بتاعك علشان اعرف ابعت لك المعلومات. حلو، جميل 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 جميل. العنوان الثاني، دي طريقة من طرق العنوان، الماك ادرس. احنا فهمناه كده وهنتكلم عنه بالتفصيل، الماك والفرق ما بينه وما بين الاي دي. في حاجة تانية بقى، أو في نظام تاني للعنوانة اللي هو كان عبارة عن الـ IP address. طيب الـ IP address طبعا الـ I اختصارها لـ Internet، الـ B ده عبارة عن بروتوكول، الـ address ده عن العنوان، الـ Internet بروتوكول address. الـ IP address ده العنوان، but actually العنوان ده غير العنوان بتاع الماك، لأن الـ IP ده العنوان اللي فيه ده بيتغير و خلينا نقول ان هو بيتغير، وليه مجموعة خصائص تانية هنحكي عنها بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. دول الطريقتين اللي بتعمل بيهم ادريسنج على قلب الشبكة. تمام كده؟ يبقى اول طريقة عن طريق الماك، الطريقة التانية بتكون من خلال الاي دي. دول الواي اوف ادريسنج، طرق العنوانة في الشبكات. حلو كده؟ يلا بينا كده ايه نرجع للكونتنت الجميل بتاعنا. هو بيحكي لك في يعني ايه كلمة لوجيكال ادريسنج، هو بيحكي بيلف ويدور في نفس القصة بتاعت الماك ادرس والاي بي ادرس، وحكى في تفصيلة جميلة جدا كانت خاصة بايه، بحاجة هنحكي عنها ان شاء الله باذن الله في خلال لحظات بخصوص موضوع الاي بي ادرس. طيب والله بصراحة يعني طالما هو الراجل حكاها فاحنا برضه بإمكاننا ان احنا نتكلم عنها بشأن الموضوع اللي هو كان خاص بالاي بي ادرس، علشان نكون ان شاء الله باذن الله فاتحة خير على حاجه جميله اسمها الكلاسز، هنحكي عنها ان شاء الله باذن الله بعد نموذج الواي اس اي بشكل مباشر. الاي بي ادرس، طيب الاي بي، عارف انت لو انا قلت لك انت ساكن فين هتقول لي مثلا والله انا ساكن في مش عارف 13 شارع مش عارف مين، عارف كده؟ تمام. بما ان الاي بي دي طريقه من طرق العنوانه، الاي بي ادرس، خلينا اكتب اي بي كده وانت هتعرف 192 دوت 168 دوت مثلا 1 دوت 100. انا عارف انك ربما تكون مستغرب عن الارقام، مستغرب الارقام دي، بس انا هحكي فيها بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. ده اكزامبل، ده مثال لاي بي ادرس. اللي انا عايز اقوله ان الاي بي ده من اربع اجزاء، الجزء الاول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، وانا هحكي في الكلام ده بالتفصيل. كل جزء 8 بت هيجي الكلام عنه ان شاء الله. بس لا، الشاهد يعني انه الاي بي ادرس ده مقسوم باي اتسلف كده بشكل، لو حابين نقطعه تقدر تقول انه بيتقسم لجزئين. الاي بي ده بيتقسم لجزئين، جزء كان خاص ب النتورك اي دي، يعني بكلمه اي دي ايدنتيفيكيشن، الجزء بتاع الشبكه في العنوان. والجزء الثاني بيكون عبارة عن حاجة اسمها الهوست اي دي، الجزء بتاع الجهاز. يعني بمنتهى البساطة
لما تحب توصل لجهاز معين انت محتاج حاجتين، محتاج الجهاز ده موجود في انه شبكة، ولما تدخل على الشبكة انت محتاج تعرف هو انه جهاز. بس ده الاي بي. الاي بي بشكل بسيط بيتكون من جزئين، جزء كان خاص بعنوان الشبكة، والجزء الثاني كان خاص بعنوان الجهاز. تمام شباب؟ ماشي، حلو حلو حلو. ماشي، خلينا كده ندلت الكلام ده ونرجع للاير بتاعتنا. وهيحكي الراجل الجميل ده في حاجة تانية خالص اسمها ايه؟ اسمها الراوتنج. راوتنج، بص بقى عن كلمة راوتنج كده. هو بيحكي في المضمون او الفكرة بتاعت راوتنج. راوتنج بتيجي امتى؟ شايف بيقول لك هنا كمبيوتر والنتورك، خلينا نصغر الكلام ده شوية. كمبيوتر on one network needs to send a packet to a computer on another network. بس لما يكون في شبكة فيها مجموعة أجهزة، وفي شبكة فيها مجموعة أجهزة، لما الجهاز ده اللي في الشبكة دي يحب يبعت حاجة للجهاز ده اللي في الشبكة دي، لازم يحصل حاجة اسمها ايه؟ راوتينج. يبقى لازم يكون في جهاز اسمه ايه؟ ها شايف؟ راوتر. دي الفكرة بمنتهى البساطة. ها، يبقى الراوتر ده بيعمل ايه؟ بيعمل فوروردنج للباكتس تو ذا ديستنيشن نتورك، من اسمه كده ايه؟ راوتر. راوتر. طيب لما احنا فهمنا، زي ما احنا فهمنا عمليه اللوجيكال ادريسنج او العنونه المنطقيه، وقلنا انها بتتكون من حاجتين، عايزين نفهم حاجه ثانيه اسمها الراوتنج. طيب الراوتنج، كلمه راوتنج تيجي بدور توجيه، زي ما احنا كنا شرحنا من شويه. مثالها البسيط، لو انت كنت موجود، عارف، لو انت عاوز تروح مكان معين وانت مش عارف المكان ده تروح له ازاي، مثلا انت مش عايز توصل، مش عارف توصل لموقف، مش عارف ناجي حمادي، هتعمل ايه؟ هتروح تركب تاكسي وتقول له والله انا، تقول له والله والله انا عاوز اوصل لكذا، فيروح ياخدك كده من ايدك ويوديك لغايه الموقف. تمام، ليه بقى هو يوديك؟ لانه عارف بالظبط المداخل والمخارج والكلام ده، او العمليه اللي حصلت دي، العمليه اللي هي ايه؟ اللي هو اخدك من ايدك وركبك العربيه ومشي بيك لغايه ما وصل للمكان الديستنيشن اللي هو المفروض انت هتنزل فيه، ده اسمه راوتنج. الشخص ده اسمه ايه؟ اسمه راوتر او الموجه. بس كده، دي الفكره في كلمه راوتنج. بشكل سريع كده، ده معنى كلمه راوتنج، والجهاز اللي عمل كده اسمه ايه؟ اسمه الراوتر. تمام ماشي. طبعا ايه، في كلام شويه كده في الكلام في ماشي 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 ماشي. ده بالنسبه لي النتورك لاير كده. جمله ملخص، الملخص في النتورك لاير، النتورك لاير دي فيها بروتوكولين مهمين خالص. بروتوكول، اشهر بروتوكولين فيها التي سي بي، ودايما بيجي سلاش مع حاجه اسمها، انا اسف، الاي بي بيجي مع حاجه اسمها تي سي بي، بيرد مع بعض، والاي بي اكس مع حاجه اسمها اس بي اكس. حلو كده. الجهاز اللي بيشتغل هنا اسمه راوتر، ويعني نتكلم ان شاء الله باذن الله بالتفصيل عن وحده البيانات وغيرها من الامور الجميله دي، وان ليها اثنين فانكشنز مهمين. اول حاجه اسمها اللوجيكال ادريسنج، والثانيه اسمها ايه؟ اسمها الراوتنج. حلو كده، حلو حلو حلو. نيجي ل للترانسبورت لاير. تمام كده، الطبقه دي مهمه جدا، اسمها طبقه النقل باللغه العربيه، للترانسبورت لاير. الترانسبورت لاير دي مهمة جدا 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 جدا، طبعا هم كلهم مهمين كده يعني. تمام، هنا قال هنا بيشتغل مع مين؟ هنا بيشتغل بروتوكول التي سي بي اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية، وكان موجود في الطبقة اللي فوق دي اللي هي الطبقة بتاعت النتورك. كنا اتكلمنا عن حاجة اسمها اي بي، وقلنا انه دايما بيرد مع مين؟ الاي بي ده بيرد مع مين؟ مع حاجة اسمها التي سي بي. هنا بقى بيكون ايه؟ التي سي بي موجود. تمام، او الاس بي اكس اللي بيكون بيرد مع ايه؟ مع الاي بي اكس، زي ما احنا كنا اتكلمنا في بتاع الجميل ده. طيب الراجل ده بيحكي بيقول ان المين بيربوس اوف ذا ترانسبورت لاير، الغرض الاساسي من الطبقه دي از تو انشور، اولا ها شايف كده، ذات ذا باكيت ار ترانسبورتد ريلايبلي اند وذاوت ايرورز. الطبقه اللي فوق كانت بتعمل راوتنج من الجهاز اللي طالع منه للجهاز اللي المفروض تروح عنده،
الطبقة دي بقى دي بتتأكد إن الباكتس لأن طبعا بيحصل عمليات كتير جدا جوه الترانسبورت لاير داتا سيجمنتيشن، وبيحصل بيحصل حاجات كتير جوه ويندوينج وفولو كون، بيحصل وتايمنج، بيحصل حاجات كتير جوه الطبقة دي. لكن المهمة الأساسية بتاعتها إنها تتأكد إن البيانات وصلت ل أو خلينا نقول انتقلت للطرف الثاني، وصلت ريلايبلي ومن غير أخطاء، تمام كده؟ طيب علشان المسألة دي تحصل جوه الطبقة دي، تقدر تقول كده إن في إيه، في طريقتين بتشتغل بيهم الطبقة بتاعت الترانسبورت لاير دي، تمام؟ الترانسبورت لاير بتشتغل بطريقتين. حلو كده، حلو حلو حلو، تمام. يعني ايه؟ ماشي. بص لو حابين نقرا كده for some applications speed and efficiency، حاجتين هما اللي بيحركوك، يعني على اي اساس انت عملت التصنيف بتاعك؟ على الاساس ده، السرعه والكفاءه، تمام كده، جميل خالص. are more important than reliability. احيانا هو الراجل بيقول لك انك ان 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 ان, إن البيانات تتنقل بسرعه وبكفاءه، او وبكفاءه مهم في او اهم من الريلايبيليتي، الموضوع الموثوقيه. احكي في موضوع الموثوقيه ده وهو عباره عن ايه، او في الحاله دي انت بتستخدم حاجه اسمها ايه، كونكشن ليست. لا ما فهمتش ما فهمتش ما فهمتش. طيب بص يا سيدي، عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الطبقه دي اللي هي الترانسبورت لاير بتشتغل بواحده من طريقتين. اول طريقه فيهم اسمها كونكشن اورينتد، الطريقه الثانيه اسمها كونكشن ليس. كونكشن اورينتد اتصال موثوق، والطريقة التانية اسمها كونكشن ليس، تقدر تقول اتصال، مش يعني تقدر تسميه كده اتصال غير موثوق، تمام يا شباب؟ تمام. دلوقتي ده أشبه بإيه؟ أبسط مثال ليه بشكل سريع كده، موضوع البريد العادي والبريد السريع أو البريد المستعجل. ده الفرق ما بين الكونكشن أورينتد والكونكشن ليس. أو الكونكشن ليس ده ده واحد كده بينجز بسرعه. طيب ناخد المثال كده في الكونكشن اورينتد والكونكشن ليس، حابين نقول اجيبها لك ازاي. طيب عن موضوع البريد، في طريقتين لارسال البيانات، او لو انت عايز تبعت جواب، في بريد عادي والله، وفي بريد اللي هو بتاع الناس الفي اي بي. طب البريد العادي اللي هيحصل فيه انت هتحط البيانات في الظرف، وان شاء الله باذن الله كده لما الراجل يجي بتاع البريد ياخدها، وانت ايه مش هتتبلغ باي حاجه تحصل في النص، ولا انت ليك دخل باي حاجه في الموضوع، ولا تعرف هي وصلت لفين، ولا تعرف تتابع الجواب بتاعك اصلا وصل لفين، طب اتحركنا ما اتحركناش، طب وصل للطرف الثاني ولا لا، مفيش اي حاجه. ده اسمه ايه كده؟ عدم موثوقيه، اهو ده اللي نقصده بايه؟ بكلمه كونكشن ليس. لكن كونكشن اورينتد، كونكشن اورينتد لا، خد بالك، اول ما الداتا تتبعت، اول ما الراجل بتاع البريد يحطها مش عارف يتباع، نبعت لك رساله نقول لك والله اتحطت. اول ما الاتوبيس يتحرك او الطياره تتحرك نقول لك والله احنا اتحركنا في الجو، احنا موجودين مش عارف في كذا، ده باقي مش عارف كام دقيقه قبل ما البيانات دي، قبل ما الجواب بتاعك يوصل. اول ما الجواب بتاعك يوصل للطرف الثاني يقول لك والله دي وصلت المكان الفلاني. اول ما الطرف الثاني يستلمها يجيب لك مش عارف اعلان بالوصول. ده اسمه ايه؟ كونكشن اورينتد، ده اتصال موثوق، وده معنى كلمه الموثوقيه في نقل البيانات. دي الفكره. طيب انا ما فهمتش الفكره بتاعته في التصنيف، بيقول لك لا لا انا هحاول افهمها لك ببساطه كده. يعني بيقول لك لما تكون المساله فيها افيشنت، عايز في او فيها كفاءه، انت بتستخدم بقى ايه اللي هو الكونكشن اورينتد، او الاتصال الاولاني اللي هو ايه الموثوق يعني. لكن لما تحب تنقل بيانات بسرعه بجد انت محتاج الكونكشن ليس، تمام كده؟ حلو. عشان كده عندنا نمطين من البروتوكولات، اولا التي سي بي، والنمط الثاني اسمه اليو دي بي. زي ما احنا كنا قسمناها لكونكشن اورينتد، وقلنا الكونكشن اورينتد ده البروتوكول بتاعه التي سي بي. طب الكونكشن ليس اللي هو بتاع اليو دي بي، هنحكي عنهم ان شاء الله باذن الله. الترانسميشن كنترول بروتوكول، يوزر بروجرام بروتوكول، هنحكي عنهم ان شاء الله باذن الله. دول النمطين بتوع التي سي بي واليو دي بي اللي بيشتغلوا فين؟ في قلب الطبقه دي على وجه التحديد. وطبعا الطبقه دي مسؤوله عن ايه؟ ها الريلايبل، ان الباكتس توصل ريلايبلي وذ اوت ايرورز،
ريلايبل. في كل الاحوال لازم تكون في ريلايبيليتي. تمام كده، ماشي ماشي ماشي. خلينا نكمل كده ونشوف الاحوال دي مع صاحبنا الجميل. طبعا انا كاتب كلام كتير في الطبقه دي، داتا سيجمنتيشن، اندكسنج، سكونسنج، حاجات كتير بتحصل جوه الطبقه ديت يعني. طيب الطبقه اللي بعد منها اسمها سيشن. السيشن، السيشن لاير ديت دي مسؤوله يعني بمنتهى البساطه اسمها سيشن من الجلسه، دي مسؤوله عن انها استابليش conversations known as sessions between the network devices. دي المسؤولة عن ايه؟ دي الجلسة. الجلسة معناها عبارة عن ايه؟ معناها اني عارف انت لما لما الراجل اللي هيبعت يكلم الراجل اللي هيستقبل في حالة فتح القناة دي، فاحنا كده بدأنا السيشن. ها اللي هي الأرضية يعني، لازم علشان الداتا تبدأ تتنقل ما بين الطرفين او يكون في كلام ما بين الطرفين، لازم يكون في ايه؟ سيشن ما بينهم. طبعا في جلسات كتير، خلينا نقول ان السيشن دي بتقوم بادوار جميله خالص، ولازم طبعا في الاجهزه تتفق مع بعض على ايه، على امور مختلفه زي ايه الوقت، وزي انت تبعت لي كام باكتس في الثانيه، ولو حصل مش عارف انا ارد، ولو ما ردتش يعني، بيتفقوا مع بعض على امور مختلفه. خلينا نقول الكلام ده بيحصل فين؟ في الطبقه دي اللي اسمها السيشن لاير. بيقول لي طيب في 3 types of transmission modes، في 3 انماط من المودز، من انماط الارسال. وطبعا كل الكلام ده موجود. القصه في ان احنا مش بنحكي في افضليه زي بالظبط اليو دي بي والتي سي بي، احنا مش بنحكي في مين افضل من مين، لان كل واحد من دول بيبقى له استخدام، فالفكره مش في مين افضل من مين. طيب اول اتصال بيكون او اول مود بيكون السمبل سمبلكس. وفي المود ده داتا فلوز اون اونلي وان دايركشن. يعني لو انا كان عندي سندر، يعني مثلا ادي ده السورس وده مثلا الديستنيشن، فالسورس بس راح يبعت على الديستنيشن، بس اكشولي الديستنيشن ما يقدرش يرد عليه باي حاجه. تمام كده، دي نقطه. النقطه الثانيه ان الداتا بس ما بتمشيش في اي اتجاه غير من السورس للديستنيشن وللديستنيشن بس، يعني ما ينفعش ترجع الناحيه الثانيه. ده اول نمط من انماط الاتصال اللي هو السمبلكس. يعني النمط ده طبعا امثلته كتيره، وزيها مثلا موضوع القنوات التلفزيونيه طبعا، مثلا زي مثلا ما يكون عندك ريسيفر، انت بس كل قصتك انك بتعمل ريسيفنج للداتا، ما تقدرش طبعا تتحكم لا في اي حاجه في القصه دي، لا تقدر توقف الارسال، بس ما تقدرش طبعا تتقدم، ما تقدرش ترجع لورا، لان السورس هو اللي يقدر يعمل كده، لان الاتجاه بس بيكون من السورس للديستنيشن، انت مالكش صلاحيات في انك تعمل اي حاجه خالص غير صلاحيات بسيطه طبعا، لكن لان اصلا الارسال ما بيديلكش الابيليتي، ما فيش قناه تخليك، ما فيش واي، ما فيش وسيله تقدر من خلالها انت ترد على الناحيه الثانيه. ده الانماط مختلفه طبعا، من ضمنها الامكانيات الماديه اللي بتاثر على الكلام ده. انا اقصد ان طبيعه الكابلات ما بتسمحش بكده اصلا، خصائص الكابلات. النقطة الثانية بتكون حاجة اسمها الهاف دوبليكس، وبتيجي فيها كلمة دوبليكس. طالما في كلمة دوبليكس، خلي بالك ان في قناتين للاتصال، يعني عارف دوبل. تمام كده. In this mode data flows in both direction، فبالتالي بيكون في في رايح في جاي. اهو هنا الوضع اتغير شوية، كده في رايح والناحية التانية ممكن يكون في جاي عادي، يعني ممكن الطرف التاني يرد عادي. ها شايف، عشان كده في كلمة دوبلكس. But only in one direction at same time، لكن لو حبيت كده في وحدة زمن تقف وتاخد وتاخد سكرين شوت طايق او تاخد هنت كده، هتلاقي البيانات يا اما رايحة يا اما جاية، لكن ما ينفعش في نفس وحدة الزمن الجهازين يعملوا ترانسميتنج في نفس في اتجاهين مختلفين. يعني في وحدة زمن ما ينفعش الجهاز يبعت وجهاز يستقبل، لا لا لا، جهاز يبعت وجهاز يستقبل، بس في وحدة زمن واحد بس هو اللي بيكون بيعمل حاجة من الاثنين، يا واحد بيبعت يا اما واحد بيستقبل. ده معناه ان في ارضيه، يعني في امكانيات ماديه، يعني الكابلات بتسمح بان الكابلات تروح وان الداتا تروح وتيجي، لكن قناه الاتصال ما بتسمحش لانه يكون في يروح ويجي في نفس المسار. القناه دي نفسها ما بتقبلش غير يا اما انه يروح يا اما انه يجي، زي بالظبط موضوع اجهزه الاتصال اللاسلكي اللي في امن الجامعه وغيره.
طبعا لازم القناة ما تقدرش ما يقدرش الاثنين يتكلموا مع بعض بعكس الموبايل مثلا. اهو الموبايل ده عبارة عن ايه؟ عن فول دوبلكس، يروح ويجي في نفس في اتجاهين مختلفين عادي، ممكن انت تتكلم وممكن انا اتكلم، احنا الاثنين نتكلم في نفس وحدة الزمن، والبيانات توصل في نفس وحدة الزمن، نقعد نقطع على بعض واحنا نسمع ولا ده يسمع ولا اي حاجة. دي الفكرة بتاعت مين؟ اللي ترانسميشنز مود. والفكرة مش في قصة افضلية، برضو مفيش فرق، انا مش بقول مين افضل لمين، كل واحدة من دول بيبقى لها استخدام، وكل واحدة من دول مهمة في حاجات معينة، وكل واحدة من دول طبعا ايه ليها خصائص وليها طريقة وغيره. ده موضوع السيشن لير، تمام كده. طيب تعالى كده ننزل ونشوف معانا ايه، معانا الطبقة اللي بعد منها اللي هي بتكون عبارة عن البرزنتيشن لير. طيب وفي البرزنتيشن لير او طبقة التقديم دي بتجاوب على السؤال الجميل ده، How data is represented to applications. طيب الابلكيشن في كده تحس بان زي ايه، في خلط في المفاهيم ما بين الابلكيشنز والابلكيشن لاير. الابلكيشنز اللي هي البرامج زي برنامج الوورد وزي مش عارف برامج الايميلات والكلام ده، دول ابلكيشنز. بس خد بالك اني انا كده دخلت على الطلبه اللي بعدين، انا بحكي في البرزنتيشن دي طبقه التقديم، دي ليها دخل بالاليه او بطريقه او بكيفيه ترميز البيانات، فبالتالي دي مسؤولة عن عمليات لذيذة خالص زي مثلا حاجة اسمها تكويد، ها زي شفرة الاسكي اهي، مسألة تكويد الداتا بتحصل في اللير في الطبقة دي. الكومبريشن تكنيك، تقنيات الضغط وفك الضغط طبعا بيحصل هنا. الانكريبشن، التشفير وفك التشفير والكلام ده بيحصل هنا، او شايف انت بتحكي في تشفير وفك تشفير، مش عارف ايه ترميز وفك ترميز، ضغط وفك ضغط. طبعا الكلام ده ليه دخل بايه؟ بشكل الداتا، وعلشان كده دي الطبقه بتاعت الشكل او دي الطبقه بتاعت العرض يعني، تمام كده. ده بالنسبه للبرزنتيشن لاير ودورها كده بشكل سريع. اما عن الابلكيشن لاير، الابلكيشن لاير ديت من اسمها كده، الطبقه ديت اخر طبقه، دي بتتعامل مع ايه؟ خلينا نجيب لون فاتح شويه. deals with the techniques that application programs use to communicate with the network. الابلكيشن بروجرام زي برنامج اهو، الابلكيشن بروجرام ده زي مثلا المتصفح، بيتعامل ازاي مع الانترنت اهو من خلال مين؟ الابلكيشن لاير. البروتوكولات اللي بتتم ما بين المتصفح وما بين الانترنت او الشبكه اهو، ده شغل الابلكيشن لاير. بالتالي بيكون في بروتوكولات مختلفه زي تي ان اس، زي الاف تي بي، زي الاس ام تي بي والبوب، وطبعا عندنا مجموعه من البروتوكولات المختلفه اللي هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله بالتفصيل، في كميه بروتوكولات كثيره جدا راح نحكي عنها ان شاء الله باذن الله. دول كده بشكل سريع مجموعه الطبقات او بتوع نموذج الاو اس اي. طيب الموديل ده راح يسهل علينا شويه في الفكره بتاعته، هو بيحاول يدي لك اليه عن هاو data travels through the seven layers، ازاي الداتا بتمشي. طيب data sent، ها ده بيبعت، ده بيبعت يعني ده ها بيبعت بيبعت ها بيبعت يعني عنده المصدر، ها ده السورس وده بيكون destination. طيب فبيبعت بتلاقي دي اللي هي رقم سبعه، هو بيقول لك layer سبعه يعني هيبعتها لك على layer رقم سبعه اللي هي الابلكيشن layer. يعني انت بتحاول ولنفرض مثلا تفتح المتصفح بتاعك وتكتب جوجل، فانت بتكون فاتح المتصفح يعني انت اوريدي موجود فين؟ في الطبقه السابعه، كتبت كلمه جوجل وضغطت على انتر، فبتنزل عند البرزنتيشن عشان تتحول بتاعت، عشان هنا كتبت كلمه جوجل، لما جوجل تتحول لصفار وحايد والكلام الجميل ده، ده دور الاسكي والكلام ده، فانت موجود في الطبقه بتاعت البرزنتيشن. وقت ما الناحيه الثانيه ترد عليك او بمجرد ما انك تكتب كلمه جوجل والداتا دي تتبعت، فانت بتحاول تبدا سيشن ما بينك وما بين الجهاز اللي ها اللي هيتكلم. وبعدين الداتا بتاعتك دي هتبدا تتقطع شويه علشان العنوان بتاعك، الكلام ده بيحصل فين؟ في الترانسبورت لاير. بعدين طبعا نحاول احنا عايزين نكلم جهاز موجود في امريكا، فها هنسافر يعني طالما هنطلع بره الشبكه ونروح لشبكه ثانيه، فده دور نتورك لاير. وبعدين عند الداتا لينك احنا موجودين هنا علشان ايه؟ طبعا هتحط العنوان الخاص بيك انت، لان انت مستني رد من الطرف الثاني. بعدين الداتا بتاعتك دي تمشي في السلك لغايه لما هتوصل عند الطرف الثاني، ونعكس القصه دي علشان جوجل يرد عليك، فبيعمل نفس الكلام كده مره ثانيه.
يبقى دي الطريقة. فكل مرة بيحصل السبع طبقات، والرد بتاعهم طبعا عن الطرف الثاني، فتوصل توصل لسلم السلك مثلا عند سيرفرات جوجل اللي في أمريكا، موجود فيها الماك أدرس بتاع السيرفر والماك أدرس بتاعك أنت. بعدين طبعا لو كان هنا بيحصل إن الشبكة، أو هنا بيكون الأي بي بتاعك أنت موجود، فهنا الحمد لله بيكون الاي بي بتاعك برضه هنا موجود، لان ده الديستنيشن. اما بتطلع فوق لو هنا انت كنت بتقطع الداتا، فهنا بتتجمع مره تاني السيشن. طبعا هنا بتبقى كده ايه، بدات الكلام مع الطرف الثاني، تدخل على البرزنتيشن اللي هو انت مثلا كنت عايز صفحه معينه زي صفحه اتش تي ام ال، صفحه اتش تي ام ال او غيره. فانت بتكلم مثلا سيرفر، توصل عند ابلكيشن لقيت الصفحه الجميله بتاعتك، ابدا ابعتها لك ونلف اللفه دي مره تاني. ده الشكل ما بين او يعني ايه، زي ايه النموذج اللي هو اس اي رايح جاي كده. يا رب اكون وفقت في توضيح السيفن لايرز، ومكملين ان شاء الله باذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.